نهائي دوري أبطال آسيا. هلأ منروح لمراسلنا حماد حسام المحمود من الرياض. حسام يعطيك العافية، أعطينا الأجواء عندك بعد نهاية هذه المباراة. شكرا أبو كرم. إذن ليلى لم تكن كما يريدها الهلاليين، متواجدين الآن ومعنا جماهير الهلال نسمع منهم آراءهم حول هذه النتيجة. بداية نقول لك، خلنا نبدأ معك، نقول لك هارد لك، أو نتيجة بالنسبة لك مرضية؟ والله النتيجة مش مرضية للأمانة، دائما احنا بين أرضنا وبين جمهورنا، يعني نتيجة أبدا مش مرضية، بس نقول الحمد لله على كل حال ومعوضة في الإياب إن شاء الله. وش السبب اليوم في الأداء اللي شفناه أو النتيجة الغير مرضية؟ والله ضرب ومستوى نازل من اللاعبين، يعني هذا اللي شفناه. شفنا شوط أول يمكن 30 دقيقة الهلال كان مستعود، الهلال كان يلعب، من بعدها صراحة الفريق طاح بضرب مش طبيعي. يعني ممكن يكون في كلمة ثانية في اليابان؟ إن شاء الله بإذن الله ما في شيء صعب. وش تقول اليوم؟ أقول هارد لك صراحة، اعتبر خسارة بالنسبة لنا. وش السبب في الخسارة؟ السبب لعيبة مثل ما قال أخوي محمد، يعني مش في مستوياتهم، وعندي حتى الأجانب. طرد سالم اليوم بيأثر في الإياب؟ أكيد سالم لاعب مؤثر، سواء وجوده الحالة يكفي. يعطيكم العافية ومنورينا، توصلون بالسلامة إن شاء الله. تفضل. ها كيف شفت الهلال اليوم؟ ما شفت الهلال اليوم، شفت أشباه الهلال. وش السبب؟ السبب ثقة زائدة في اللاعبين، كل واحد يعتمد على الثاني. ممكن قبل سنتين معتمدين على الفوز، قالوا خلاص المهمة صارت سهلة، لكن اتمنى من الإياب ان شاء الله انهم يجيبونها ان شاء الله. وش رايك في الهلال اليوم؟ والله الهلال غير مقنع، سيء اليوم. اختيار عناصر الجانب اليوم كان غلط صراحة، المفروض كاريو بدل ماريجا، لأن ماريجا اليوم ما قدم شيء. ضغط مباريات الأيام اللي راحت ما أدري. الإياب إن شاء الله هلالية، إن شاء الله كلنا ثقة إن شاء الله. يعطيك العافية، تفضل معنا. كيف شفت الهلال اليوم؟ سالم لاعب مؤثر، يوم إنك تهجم على لاعب وتطرد وأنت بالإياب أنت راح تنفعنا. وماريجا يطلع يدخل بدل الكاري وتوزع اللعب كله، ماريجا هجوم يهجم ما يدري وين ربي حاطه، بس يركض يوصل للنهاية ويرجع. طيب اليوم الإياب وش شايف الإياب من الآن؟ الإياب أنا أشوف راح يبدأ الهلال بضغط بضغط ويلقم، إذا بدأ بنفس هذه التشكيلة بيلقم، يطلع ماريجا يدخل كاريو، بس اللعب كله يتنظم. سالم برا لعب غريب والله من سالم اليوم. يعطيك العافية. سالم يعطيك العافية. تفضل معنا. طيب والشكرا. وش رأيك في الهلال اليوم؟ والله أتوقع إنه اليوم كان كويلر كان ضروري كان يلعب، وركيزة في الهلال طوال الدوري الفترة اللي راحت. كأنه اليوم أنت لعبت كأنه خسرت كأنه دفاعيا وهجوميا. نفس الشيء ماريجا المفروض كان مكانه كاريلو. طيب خلاص طيب. انت ما عرفت تسوي شيء. الإياب وش الممكن اللي يسويه الهلال ويحصل على الكاس؟ كويس انه 1-1 تعادل، الهلال في الضغط يلعب كويس، فانا متفائل انه 1-1 افضل من يمكن 2-1، فالهلال حيدخل ويكون قدامه بس الفوز، والهلال قده ان شاء الله حيفوز، يعني متاكدين باذن الله ان شاء الله. اذا هذه اراء الجمهور الهلال يا ابو كرم، استياء كبير من الأداء اللاعبين ومن نتيجة المباراة. يجدر بالذكر أنه فريق الهلال سيغادر بعد قليل إلى المطار للذهاب إلى اليابان للاستعداد للمباراة الإياب من الآن. هذا كل ما لدينا من هنا من أستاذ الملك فهد أبو كرم، نعود بالصورة والصوت إليك. شكرا لك حسام، وشكرا للناس اللي طلعت معك. ملاحظين أنه في فهم كروي عند الناس؟ لا أبو كرم تتكلم على الجمهور السعودي، الجمهور السعودي أنا عشت هناك وجمهور ما في انفعالية فيها لا جمهور واعي وعارف كرة قدم السنين